قليل. ونيجي نعمل سمك الحائط الأخير. وهنا دي هننزلها 30 سنتي زي ما كنا منزلينها وبس. يبقى ده الحائط الوحيد اللي مش مقطوع جواه. طبعا هو هنا يعتبر مقطوع جواه، فانت هنا عادي ترجعي تحطي التهشير مش مشكلة، لان هو هنا مرر جوه حائط برضه. حتى لو الحائط ده مش متوصل، يعني هو هنا مش مقفول كده اهو، بس مش مشكلة خالص يعني. فانا هرجع التهشير عادي، مفيش اي مشكلة يعني. هو انا بس كنت بحاول اوريكي الفكرة يعني، ان هو لو مش لو بصينا على الحائط اللي هو من هنا ده اللي هو مش مقطوع، وبعد كده هترجعي تعملي الهاتش بتاعك عادي جدا، لانه هاتش لهاتش للحوائط. وبعد كده نعمل هاتش تاني لهنا، هاتش خرساني، تمام كده. وده كده اللي هيكون الشكل بتاع القطاع بتاعك. وبعدين هتبتدي تسقطي القطع الأساس. مش عارفة يعني المطبخ، مش عارفة أقول لك مثلا ما تعمليهوش أو اعمليه. لو لقيتي نفسك عارفة ولقيتي مثلا بلوكس، تمام اعمليه، مش هقول لك لا، لكن مش هحاسب عليه. أهم حاجة يعني بالنسبة لي أنا عايزة أشوف أساسا الأساس هتوزعيه إزاي، هتحطيه إزاي. طبعا لازم على طول عندك المرجعية دي، انه مثلا قطعة الاساس مثلا السفرة دي نصها فين، نصها هنا، يبقى انا هدي لنفسي ريفرنس هنا، هدي لنفسي خط مرجعية هنا، ان قطعة الاساس السفرة دي متسنطرة على الخط ده. قطعة مثلا السفرة بتاعتي اولها هنا واخرها هنا، او مثلا طولها وتقومي قايسة مثلا ايه 180 130، تمام. يبقى البلوك اللي انا هجيبه هيكون برضه في نفس المقاسات دي، او هعدله بحيث ان هو ما يعديش المقاسات دي. يعني لازم المساقط بتاعتي زي ما قلنا في الاساس، برضه في المعماري وفي اسقاط الانتيرير يعني نفسه، ان هي تنطبق. يعني لو انا حط هنا سفره يبقى في القطاع اللي فوق هحط سفره، لو انا حط هنا مطبخ يبقى في القطاع هحط مطبخ، لو انا حط غرفه نوم يبقى في القطاع هحط غرفه نوم، وهحطها بنفس المقاسات وبنفس الابعاد يعني على قد ما اقدر. تقريبا المفروض تكون منطبقه يعني. طبعا عشان احنا بنستخدم بلوكس فاه تمام، يعني ممكن ما يكونش نفس البلوك بالظبط، لكن في الاخر يعني على قد ما تقدروا بتحاولوا ان هي تكون المساقط دي اللي هي الأفقية منطبقة مع الإسقاط الرأسي، تمام. طيب كان في إيه تاني؟ طبعا إحنا ممكن قلنا ممكن نحط الستائر، ممكن نحط تابلوهات اللي هي لوحات مثلا نعلقها، حاجات زي كده اللي هي الديكوريشنز الجمالية يعني. وكنت عايزة أوريكم أمثلة للقطاعات دي بعد كده بنعمل فيها إيه. طبعا أنتوا خدتوا كورس الفوتوشوب قبل الأوتوكاد، مش مشكلة، بالعكس يعني حاجة مفيدة ان انتوا خدتوها، لكن انا مش هطالبكم بان انتوا تسلموا متلون على الفوتوشوب، لكن كنت عايزة اوريكم امثلة ليه. انتوا عملتوا مشروع التخرج ايه بتاع الفوتوشوب؟ إعلانات اعلانات. اوكي، ده انتوا عملتوا كأنه جرافيك سوشيال ديزاين، ميديا تمام. ومطبوع. اوكي لا هن كله جامعي، كل حدا معه شو اسمه عنده فوتوشوب اللي هي بالدراسة ضمن دراسته كورس واحد اوكي فهمت عن قصدك. تصميم الأجزاء والداخلي والجرافيك. اوكي فهمت. طيب تمام. عامة انتوا اتعلمتوا التولز يعني، اتعلمتوا الادوات بتاعته، وبعد كده يعني ما فيش برنامج هتكونوا اتعلمتوه هتكونوا عرفتوا منه 100% من استخداماته. فيعني حاجة عادية ان انت مع الوقت بتكتشفي انت احتياج معين للبرنامج وتتعلمي ازاي تعمليه. فمثلا التلوين للسكاشن على الفوتوشوب بالشكل ده، ممكن تبتدي ترجعي الفيديو الثاني تشوفي مثلا جزئيتي بتتعمل ازاي، الاضاءه مثلا هنا يعني، ما اعرفش انا حاولت اكبر الصفحه كده احسن. مثلا اهو ده سكشن، ادي دي وحده الاضاءه، عامل هنا مثلا الاضاءه بالشكل بتحس ان هي منوره شويه، ده دي طريقه على الفوتوشوب.
فانت ايه هذا احتجتيها هتخشي مسمي، تتعلميها. نعم هذا ملون حاطين له يرضي ملون. ولون خاص. يعني مثلا احنا نرسمه على الاوتوكاد وبعد كده ندخله على الفوتوشوب نبتدي نلونه. تمام. تمام. بس ده يعني فور ليتر، يعني لمعلوماتكم بس، حابه ان اعرضه عليكم فتفهموا استخدام السكشن. السكشن عاده العملاء مش بيفهموه، يعني لو انتوا تعاملكم مباشره مع العميل فممكن ما يحتاجش قوي السكشن، لكن هو بيساعدك انت ترتبي افكارك مثلا قبل ما تخشي على الثري دي، او حتى ممكن تعملي سكتش بايدك. يعني في ناس بتسكتش، مش لازم ترسمه معماري قوي، مش كله على الاوتوكاد يعني، لكن بيساعد ان الواحد يطلع الافكار قبل ما يبتدي يخش مرحله ال 3 دي. مثلا هنا المرايه دي فيها ظل ونور معمول بطريقه معينه، انعكاس مش عارف ايه، في طريقه تلوين الفوتوشوب يعني. انا طبعا مش يعني مش هخش في شرح تفاصيل الفوتوشوب خالص دلوقتي يعني، لكن كنت حابه ان انتوا تبقوا شايفين او فاهمين السكشن اللي هو القطاع الداخلي او القطاع في التصميم الداخلي يعني بيتلون ازاي وبعرضه ازاي. ممكن نبص على كذا مثال برضه، مثلا حاجه زي كده اهي، دي غرفه نوم، ادي ده كرسي هنا على اليمين، يمكن بتاع صغيره شويه بس يعني اهو، دي غرفه تانية اهو شايفين، ادي ده حائط، ده حائط تاني، والكراسي بقى هي المكتب، كرسي تاني هنا الناحيه دي، وحده اضاءه وراء ازاز وزجاج يعني، وهكذا. هنا برضو شايفة ريسبشن ده ولا ايه، مش واضح قوي، وقطع الاساس، ومش مستخدم الوان مزعجة قوي، لو واخدين بالكم الوان كلها حيادية جدا كأنه ملون بالووتر كالورز كده. مثلا عندنا ايه تاني هنا، سكشن هنا مثلا في غرفة معيشة، طبعا اللي فوق ده منظور، اللي هنا عندي ده منظور، وبعد كده عندي ده قطاع بيبين لي مثلا التصميم اللي في الحائط ده متصمم ازاي. راح واخد الحائط نقوله لاخره، ادي السقف، ادي الارض، الحائط مقاساته كام، كاتب لي حتى المقاسات تحت، ورسم التصميم اللي عليه وعمل له اظهار بالالوان، اللي هو الحائط اللي ورا الكنبه هنا ده مثلا، ده بالنسبه له الهايلايت او الاكسنت وول او اهم نقطه جذب في المشروع الداخلي بتاعه، فعمله بالشكل ده. وبرده هنا عند التلفزيون شايفين هنا على الشمال، بس كل ما اقرب بيتغطى، برده في تصميم في الحائط هنا الناحيه دي كده اهو، والناحيه التانيه، فراح رسمهم تحت على الشمال بتفاصيل اكتر. والامثله من هنا كتير، لو عايزين يعني تخشوا وتشوفوا اكتبوا interior design section او interior design colored section، هيطلع لكم أمثلة كتير جدا وأفكار، حتى لو عايزين تاخدوا أفكار، ومن على بنترست بالذات، بنترست يعني بيساعدكم في موضوع الأفكار ده. ده مشروع بس الجودة بتاعته وحشة أوي للأسف. مثلا ده أهو اللي على اليمين ده مطبخ بالشكل ده، أدي الحوضة أهو، أدي وحدة تخزين فوق، أدي وحدة تخزين تانية الناحية دي، وده قطاع تاني مختلف عمل اللي هو البار العالي ده ومعاه الكراسي اللي هي بتكون ارتفاعها أعلى من العادي. البار ده مثلا الترابيزة دي ممكن حد بياكل حاجة سريعة مثلا في المطبخ، يعني ده اهي التلاجة اهو، يعني ده جزء من المطبخ في الأوبن كيتشن أو اللي بيقولوا عليه الأمريكان كيتشن، هو المطبخ المفتوح مثلا، ممكن يكون الناحية التانية قصاده الليفينج روم مثلا، فبيكون الجزئية دي الكاونتر اللي هنا ده بيفصل ما بين فراغ المطبخ وفراغ غرفة المعيشة مثلا. في نفس الوقت بنستخدمه ان احنا نقعد نشرب حاجة، ناكل حاجة سريعة مش عارف ايه، وبيكون 3 أشخاص 4 أشخاص يعني، مش عدد كبير، مش ترابيزة سفرة بس حاجة كده ايه سريعة. سكيشن تانية اوف كورس تانية، سكيشن جمع سكيشن يعني، ده برضو يعتبر سكشن اهو، لوحدة اساس اللي هنا ده يعتبر يعني دواليب المطبخ أو اليونت بتاعة المطبخ، ولونها برضو زيادة توضيح إن هو اللي فوق واخدين لون خشبي، اللي تحت منهم رمادي، وهكذا. طيب كنت عايزة أسألكم، صحيح اتكلمنا على المود بورد ولا ما اتكلمناش عليها خالص؟ في أول مرة نسمع فيه كلمة مود بورد. طيب حلو جدا.
طيب هي ما كانش ليها عامة وقت كتير مع الأوتوكاد، لكن هطلبها منكو وقت المشروع بتاع ال 3D ماكس، لأن هي من غيرها هيكون صعب قوي إن احنا نشتغل ال 3D. طيب المود بورد دي بتكون عبارة عن إيه؟ أنا حاسة إن أنا جبت سيرتها في أول محاضرة، بس يمكن عشان الدنيا لسه ما كانتش واضحة في دماغنا، فعادي يعني وارد بس جدا. يلا بسرعة عشان ما اديتكوش حتى أمثلة عليها، يعني أنا ما اديتش أمثلة. طيب المود بورد بتكون زي لوحة بجيبها بجمع فيها الأفكار الأساسية أو المبدئية للمشروع بتاعي. يعني مثلا المشروع ده فلنفترض إن هو غرفة نوم. طيب غرفة النوم دي مثلا هيكون فيها غرفة نوم دي لشخص ولا لشخصين؟ فردي ولا اسمه ايه زوجي، يعني شخصين مع بعض مثلا غرفة نوم مزدوجة، الشخصين دول كابل ولا اخين مثلا قاعدين في الأوضة اخوات. يعني الحاجات دي بتفرق معايا في ان انا التصميم بتاعي بحدد اتجاهه ايه. يعني انا ممكن اعمل البلان الاول، ممكن مش يعني مش غلط تماما، لكن الاحسن ان البلان بتاعي يكون جايدد بالمود بورد. يعني المود بورد بتوجهه، او ان انا بشتغل على الاثنين في نفس الوقت، او انا اصلا ممكن اشتغل على المود بورد في الاول خالص قبل ما ابدا البلان. يعني انا بحب كتفضيلي الشخصي اشتغل الاثنين تقريبا بالتوازي، ان بعدل الحاجه هنا برجع اعكسها هنا، او بيجي لي فكره هنا برجع اعكسها الناحيه الثانيه، وبعدين بعرض الاثنين على العميل في الاول، وبعد كده بتنقل لمرحله الفيجواليزيشن اللي هو ال 3D ماكس، والتصور بقى اللي هو الحقيقي الرياليستيك اللي العميل يقدر يفهمه ويتخيل نفسه جوه الفراغ. طيب المود بورد برضه عبارة عن ايه؟ لسه ما قلناش. انا نعمل زوم اوت كده اهو. كده شايفين احسن. طيب هي ملهاش جايد لاين كده اللي هو ده صح وده غلط، هي عبارة عن لوحة انا بجمع فيها مثلا الخامات، الالوان، التصميمات اللي انا بفكر استخدمها في المشروع. ممكن اوضح فيها الستايل، يعني مثلا مودرن، كلاسيك، بوهيميان. كل كلامنا على الستايلز شويه، وممكن المحاضره الجايه دي نوضح فيها الستايلز اكتر، نكمل فيها الستايلز اللي كان فاضل انا فاكر حاجه من اول المحاضرات. ان شاء الله نكملهم المره الجايه. فمثلا ممكن اوضح الستايلز، ممكن احط قطعه اساس معينه مميزه مثلا عايز استخدمها، زي مثلا الكرسي هنا اللي هو حاطه ده. اشمعنى الكرسي ده بالذات؟ ممكن يكون العميل مختاره، ممكن يكون المصمم هو اللي مختاره وشايف ان هو مهم جدا في المشروع ده مثلا، او مناسب جدا، او مثلا ده مشروع كافيتيريا كافي شوب يعني، فالكراسي مثلا حاجه مهمه جدا في الفراغ بتاعي، فمثلا راح حاطط الكرسي. وبعدين راح حاطط لي تقريبا مكتوب بالايطالي او بالاسباني فمش مهم دلوقتي، بس الفكره يعني انه مثلا التايلز بالشكل ده، البلاطات السداسية هيستخدمها، عايز يستخدم الأخشاب اللي في الأرضية بالشكل اللي هو السبعة التمانيات ده، اللي هو السبعة دي اللي هي السبعة بالعربي فوق، هي دي. عايز مثلا يستخدم تكستشر زي دي، التكستشر دي اللي هي الملمس، فعندي مثلا ملمس زي ده، الملمس ده زي ملمس الأسمنت اللي مش متفنش، مش واخد دهان او كده. في مثلا اماكن بتكون اللي هي بتدي انطباع صناعي شويه، ممكن اسيب فيها بعض الحوائط ليها الاحساس الاسمنتي ده، اسيب حاجات مش فنش، مش بولش يعني، مش ايه، الإحساس مش خشوني ناعمه. شوي، نعم، يعني تكون خشنة شوي، خشنه سميها بالظبط. بالظبط الأسمنت بنسميها ذاك طرش سوري، بسموه ايه؟ يكون الحيط مطروش بالإسمنت بس لسه مو ملعمينه. ايوه تمام، وصلت الفكره. مثلا هيستخدم رخام، هيستخدم مكتوب ام دي اف، دي الحاجه اللي فهمتها من الاسباني اللي موجود. طيب فدي مثلا كده اهو، لو بصينا لها من بعيد كده، دي المود بورد بتاعت الشخص المصمم ده. فيها مثلا القماش، لونين القماش دول مهمين بالنسبه له في المشروع. انا لما بصيت على المشروع ده كده من بعيد، فهمت ان هو فيه الملامس اللي هي الاسمنتيه والدهان الاخضر اللي هنا اللي تحتيها دي، فهمت انه عايز يستخدم البلاطات السداسيه دي والارضيه بالشكل ده، وفهمت ان بيفكر في لونين القماش دول، فغالبا هيستخدمهم للكراسي او مثلا للكراسي والكنب لو في كنبات في المكان، وعايز يستخدم نبات سواء طبيعي او صناعي، دي حاجه مش واضحه لي، لكن
لما بصيت كده النظرة الأولى فهمت إن المشروع ده بيلف حوالين اللون الأخضر، اللون الرمادي والخشب. لو أنا العميل وشفت المود بورد دي وأنا بكره اللون الأخضر مثلا، على طول لازم أوجه المصمم إنه لو سمحت غير اللون الأخضر. فالمصمم طبعا هو أصلا المفروض يكون سألني من الأول إيه الألوان اللي أنت مفضلها في المكان، لكن فرضا إنه ما عدناش على الموضوع ده أو غلط أو نسي أو أي حاجة، على طول المصمم هياخد المود بورد دي هيغيرها تماما، لانه اللون الاخضر اصلا مش مناسب بالنسبه للعميل ده. تمام، فدي فايدتها ان انا قبل ما اوصل للفيجواليزيشن، بدل ما اقعد اشتغل في الاوتوكاد، بدل ما اقعد اشتغل في ال 3 دي ماكس عفوا، وابذل مجهود كبير، لا انا بوري له زي عينه او تصور قبل ما ابدا اشتغل. فمثلا انا ممكن يعني هي زي ما قلت ملهاش جايد لاين اللي هو لازم احط كرسي، لازم احط قماش، لا عادي ممكن احط ارضيات، ممكن احط تجاليد حوائط مثلا، دي حاجه بالنسبه لي مهمه في المشروع ده بالذات فاحطها. مثلا مجلده حائط كامل بالرخام وعامله فيه المدفأه اللي هي فيها الخشب اللي هو بيحرقوه زي الستايل القديم، وفيها المدخنه طالعه ومش عارف، دي حاجه مهمه بالنسبه لي هحط صورتها، دي حاجه انا مركزه عليها في المشروع يعني ممكن احط صورتها ما فيش اي مشكله. فدي يعني حسب المصمم ايه الفكره اللي في دماغه، ايه الحاجه اللي عايز يعملها هايلايتنج ابراز في المشروع فيوريها للعميل من اول المود بورد، فالعميل يبتدي يديله الاوكي او يوجهه لاتجاه تاني لو دي حاجه مش مناسبه ليه. في ناس بتعملها بالشكل ده، يعني مثلا ممكن اجيب العميل المكتب عندي واعرض عليه الخامات يلمسها بايده، في بالذات ناس بتحب اصلا ان هي تلمس الخامه بنفسها، فمثلا اجيب له عينه من الزرعه اللي انا عايز احطها، التايلز الصغيره الموزايك اللي انا هستخدمه اجيب عينه منه بحيث ان هو يشوفها، غير برضه لما يشوف صوره على الكمبيوتر. كده كده لازم بيحصل فرق واختلاف في درجه اللون، يعني دي حاجه بتحصل طول الوقت مش بايدينا، لان في الاخر الكاميرات والشاشات بتختلف، يعني نفس الصوره على شاشتي غير على شاشتكم اصلا، فدي حاجه لو هو شافها في الحقيقه هيقدر يجزم 100% ان هي عاجباه ولا مش عاجباه، برضو يحس بملمس التايل دي. يعني انا عشان عارفه ان التايل دي ملمسها غير دي مثلا ملمسها ناعم جدا، زي ايه اكتر، سموث جدا جدا يعني، لكن دي مثلا اسمنتيه ممكن تكون خشنه سنه مش فينيشت من فوق. كان العميل مثلا ممكن ما يجيش في باله حاجه زي كده، قطعه معدن مثلا ليها لمعه ساقعه باردة، يعني الحاجات دي برضه بتفرق في استخدام الفراغ، حاجة زي اللي تحت دي سيراميك، دي واخدة جلوس معين ليها لمعة، حاجة زي دي خشب، وهكذا. الحاجات دي لما العميل مثلا ممكن يحسها بإيده ممكن تفرق معاه، في عميل مثلا يحب يلمس القماش اللي هو هيقعد عليه مثلا زي ده، مثلا حاطط عينات من القماش أو الجزء ده مثلا ممكن يستخدمه زي حصير بالسجادة أو كده. فلما مثلا اقدم الحاجات العينات دي للعميل في ايده دي طبعا حاجه احسن واحسن كمان، لكن طبعا مش شرط، يعني مش دايما بيتوفر معايا حاجه زي كده فعادي، يعني مش بايدي مش شرط، بالعكس ممكن يكون العميل بتاعي في بلد تانية اصلا مش هقدر اوري له العينه دي، او ممكن طبعا اشحنها له، لكن يعني مش دايما بيكون في الامكان ده يعني، فحاجه عاديه جدا. طيب احنا كده دخلنا في المود بوردز اللي هي كلها ملموسة، احنا عايزين نرجع تاني للي هي معمولة جرافيك ديزاين اكتر. هنا نرجع هنا ونكتب مود بورد فور انتيريور ديزاين. طيب المود بورد اساسا بعملها على الفوتوشوب، لكن في برامج او ويب سايتس ممكن تكون اسهل في الاستخدام او اسرع لو تعودتوا عليها، او لو يعني حابين تجربوها ممكن ابعت لكم برضو كذا مثال. وطبعا انتوا بتعرفوا فوتوشوب فدي ميزه كويسه بالنسبه لكم. طيب احنا كنا بنقول هنحط ايه في المود بورد، احنا قلنا ممكن نحط الالوان اللي هي بسميها الكالر سكيم، او كنا خدنا في المحاضرات الاولانيه خالص ازاي اختار الوان المشروع، مثلا لونين ولا ثلاثه، طب هم مثلا زي هنا مختار لي درجتين من الاخضر ودرجتين من البيج، ولا مثلا انا عندي اخضر واحمر مثلا الوان صارخه جدا مع بعض، ولا انا عندي درجات البني بس مثلا، ولا انا عندي لون واحد وجنبه لون محايد وخلاص، فاهم؟ الحاجات دي كلها انا اقدر اوضحها في المود بورد.
مثلا المود بورد هنا برضو اخضرات واخشاب والقليل من الرمادي، مركز على ان هو هيستخدم نباتات، فحط لي هنا نبات وهنا صورة نبات وهنا نبات، الصورة دي فيها نبات برضو. انا كده فهمت ان المشروع بتاعي لازم هيكون فيه نباتات، والعميل وصل له الاحساس ده، فانا لما اجي انفذ المشروع لازم اطبق الحياة الاحساس اللي انا وصلته له في المود بورد عشان اكون عملت المشروع بتاعي بطريقة صحيحة. مثلا هنا جه حط لي فينيشز حتى مش واضح هي ايه، مثلا دي غالبا الجزئية دي حصير، ده دهان، هي اصلا جودتها مش عالية، خلينا نشوف واحدة تانية. مثلا زي هنا جه حط كام قطعة اساس مستخدمه، طب هو اشمعنى اختار القطع دي؟ هل هو لازم يستخدم نفس الكرسي ده بالذات؟ ممكن يستخدمه ممكن ما يستخدموش، لكن مثلا الكرسي ده وصل لي فكرة ان الطراز هنا بسيط، واستخدام المعادن، يعني ان هو المصمم بيفكر يستخدم معادن، ان هو حط لي الكافي تيبل دي معدن، حط لي الكرسي ده معدن، حط لي رجل المكتب دي معدن. يبقى العميل لما يشوف المود بورد دي فهم ان الكونسبت رايح ناحية المعادن ورايح ناحية المينيماليزم، وممكن يكون في اتجاه اندستريال او اللي هو الصناعي، فعشان كده عندي احساس، عندي كده ملامس معادن كتير في الفراغ. بعدين جه لان عنده اخشاب كتير، فده مثلا ممكن يوجهني لان هو في اتجاه بوهيميان، وطبعا المصمم هو اللي بيكون عامل المود بورد، هو اللي بيعرف يشرح اكتر، هو فاهم ايه. احنا دلوقتي قدامنا مود بورد جاهزه وبنحاول نفهم المصمم بيحاول يوصل لنا ايه منها، فطبعا لكن لما تكون المود بورد انتوا اللي عاملينها، انتوا اللي تقدروا تتكلموا عنها افضل بكتير. هل مثلا هو بيفكر هنا في الباترن ده، بيفكر هنا على فكره حاطط يعني قطعه بالذات، يعني هو كاتب اسمها حتى، فبالشكل ده حاطط مثلا وحده اضاءه هنا فوق، دي برضو فيها وحده اضاءه اهي. ايوه خلينا نروح عند الوان تانية. مثلا هنا حط لي الكالر سكيم، انتوا واخدين بالكم في حد حط لي كالر سكيم في النص، في حد حطها بشكل دواير هنا، في حد حطها مربع مثلا زي ده كده، مربع ومربع تاني، ما فيهاش صح او غلط، المهم احاول اوصل للعميل يعني باوضح طريقه انا اقصد ايه من ورا المشروع بتاعي. مثلا دي اهي فيها الوان البيجات، الوان محايده خالص كلها، درجتين بيج او ثلاثه ومعاهم اسود، حط الصوره دي، مع ان هي مش شرط تكون يعني دي صوره نبات ورا في السماء، يعني مش هستخدمها مباشرة في المشروع بتاعي، لكن الإحساس بتاع الألوان بتاعتها قريبة من إحساس المشروع بتاعي فبقدر أستخدمها. مثلا الانتيرير بتاعي ممكن يكون مقارب لده، إيه علاقته بالصورة اللي فوق دي؟ نفس درجات الألوان مثلا، يبقى أنا حطيت الصورة دي ليه؟ لأن هي فيها درجات الألوان وفيها الملامس، هو برضو خد نفس النبات ده أو حاجة مقاربة جدا ليه واستخدمه هنا كديكور مثلا. وجه هنا تحت طبعا النبات ده محسسني بالخشونة، يعني ما اعرفش بيوصل لكم نفس الفكرة ولا لا، بس هو محسسني بالخشونة. استخدم هنا السيت بتاع الكرسي هنا حصير برضو، وحط سجادة هنا برضو اللي هي بتكون حصير او مش عارفة بتقول عليها حاجة تانية، خشنة. يبقى اللي وصل لي من المود بورد دي ان في ملمس خشونة وفي الوان فاتحة وكلها درجات البيجات، تمام. مثلا حاجة زي كده، مثلا حط لي الصورة دي فيها درجات ألوان اللي هي الترابية أو الأورنج الأحمر الحاجات زي كده، وحط مثلا فخار ما فيهاش أصلا أي صورة فراغ داخلي. أصلا المود بورد دي بتستخدم عشان حاجات كتير جدا، يعني ممكن يكون المود بورد دي مش خاصة بتصميم داخلي أصلا، تمام، يعني ممكن يكون ده مشروع اي حاجه تانية عادي، ان مشروع فخار مثلا حد بيجمع له مود بورد ودي الالوان اللي هو ناوي يشتغل بيها وخد الهام من القطعه دي او من القطعه دي او كده. فالمود بورد دي حاجه يعني واسعه جدا، ما فيهاش صح او غلط، فيها بس تجميع لافكاركم، ملهاش برضو مقاس محدد، في ناس بتشتغلها بالطول، في ناس بتشتغلها بالعرض، في ناس بتعملها مدوره، في ناس بتعمل مثلا هنا الصور مش شايفين متفرقه ازاي، في ناس بتركب الصور فوق بعض هنا، ده ممكن حد تاني يشوفها يقول لا دي زحمة قوي بالنسبة لي، ما أو أنا مثلا ما عنديش مهارة إن أنا أنسق بالشكل ده،
خلاص عادي جدا، حط صور مربعات جنب بعض عادي جدا، مفيش اي مشكلة. حاجة زي كده، السرير طالع بره مش عارف عامل شكل جمالي ازاي، واخد جزء من الحيطة هنا وواخد جزء من الحيطة هنا. قادرين تعملوا حاجة زي كده؟ بتعرفوا تعملوا حاجة زي كده؟ او مع الوقت هتوصلوا لها عادي جدا. يعني دلوقتي مش متوفرة، قدام هتبقى متوفرة، فما تقلقوش وما يعني ما تحملوش همها. الفكرة من المود بورد ان انا اوصل احساس المشروع بتاعي للعميل، واهم حاجة الالوان والجو العام. يبقى انا والمشروع بتاعي الوانه فاتحة، اوصل ده في المود بورد، احط له الوان فاتحة، استخدم صور فاتحة، استخدم اضاءة كويسة، لان المشروع مثلا بتاعي في التنفيذ هيكون كده. لكن هو مشروع اصلا مكان مقفول ومفهوش شبابيك، واصلا البلد دي ما فيهاش اضاءه طبيعيه، مثلا الشمس فيها بتطلع قليل جدا، و يبقى انا ما اجيش في المود بورد اوضح له ان هي الموضوع هيكون برايت جدا، كله منور جدا، وهو في الحقيقه في التنفيذ مش هيكون كده. احاول اكابتشر، امسك الفكره اللي هتكون في التنفيذ اوصلها له على قد ما اقدر في المود بورد. طيب دلوقتي وانا بقول بس خدت بالي من حاجه، هل مثلا عشان هو في بلد، مثلا مشروع في بلد ما فيهاش شمس كتير والإضاءة الطبيعية قليلة ومش عارف ايه، هل ده إجباري ان المشروع هيكون ظلمة؟ لا مش إجباري خالص، بالعكس أنا ممكن عشان أتغلب على حاجة زي كده أعمل الانتيرير بتاعي كله أبيض وبيج أصلا، أعمله ألوان فاتحة جدا، وأستخدم إضاءات كتير جدا، إضاءة على الحائط، إضاءة اللي هي المتحركة مثلا زي الأباجورات اللي بتكون طويلة تقف على الأرض، أباجورات على المكاتب أو على الترابيزات، أستخدم نجفة كبيرة. يعني انا ممكن اتغلب مع على الموضوع ده واوضح ده في المود بورد، او ممكن اتماشى مع الجو العام، لا هو الاضاءه الطبيعيه قليله والراجل اصلا عايز الوان غامقه وكئيبه مثلا، لانه هنا هيكون اوضه الريلاكسيشن مثلا بتاعته، هيقرا على نور خافت او هيعزف موسيقى مثلا على نور خافت خالص، ومش عايز اي ازعاج، ده عايز تكون اوضه الريلاكسيشن بتاعته. فدي يعني حاجه راجعه للعميل وللمصمم، المهم ان هم يكونوا on the same page، يكونوا في نفس الفكر، يكونوا في نفس الاتجاه، المصمم يوصل فكرته للعميل والعميل يفهم المصمم بيفكر في ايه وهينفذ له ايه، بحيث ما يتفاجئش في الاخر. احنا يعني هنتكلم على المود بورد تاني اكيد، لان انا هطلبها منكم لما نيجي نوصل ل 3 دي ماكس، ان هنعمل الاول تصور للمشروع قبل ما نبتدي ان احنا نشتغل في ال 3 دي. لكن دلوقتي مبدئيا بالملاحظات البسيطة اللي اتكلمت بيها عن المود بورد، حد عايز يسأل أي حاجة أو في أي حاجة واقفة معاه فيها؟ هلا ما فيش. الحمد لله تمام، حلو جدا. طيب احنا للأسبوع الجاي هنشتغل على السكشن اللي هو القطاع في المشروع بتاعنا، يعني هناخد القطاع الرئيسي بقى زي ما شرحنا امبارح سريعا، والنهارده برضو بصينا عليه كده اهو. فده هستلمه منكم المره الجايه. عايزه اراجع عليكم تاني انه تخلوا بالكم من اللايرز، لو في اي تعديل في البلان اللي هو المسقط الافقي اللي كنا اشتغلنا عليه قبل كده حاولوا تعملوه. قلت اللايرز، اللايرز، الوان اللايرز، الابعاد، الهاتش، الخطوط او الزوايا القايمه، لو هتفتحوا الاورسو او هتقفلوها، تقفلوا السناب، تفتحوا السناب، حاجات زي كده. لو في اي ملاحظات اي تعديلات قلتها لكم في المشروع عدلوها. المحاضره الجايه ان شاء الله هتكون اخر محاضره لينا، فلو حد عنده اسئله، لو حد حابب يعني يستزيد من اي جزء او يسال في اي حاجه، هيكون معانا وقت، وهيكون في شرح لجزئية الستايلز اللي هي احنا كنا عدينا عليها سريعا في الأول، هنستفيد فيها شوية. وطبعا لو انتم في أي حد عايز يعني يقول لي من دلوقتي أو يستنى لغاية وقت المحاضرة ويسأل، فطبعا لو في أي حاجة انتم حابين تسألوا فيها دي أكيد هنتكلم فيها أو هنشرحها يعني. والمحاضرات يعني دي هتكون آخر محاضرة في الأوتوكاد اللي هو 2D، بعد كده هنخش على الأوتوكاد ال 3D بإذن الله. تمام بإذن الله. طيب في أي أسئلة؟ أنا المرة الجاية هستلم منكم ملف الأوتوكاد، هيكون فيه القطاع الأفقي والرأسي الاتنين مع بعض، المقاسات، الأبعاد، اللايرز، الألوان، أعتقد يعني ما فيش حاجة تانية أفكركم بيها. لكن لو حتى حتكون عليها مختلف، شو نعم اللاير القطاعات، شو اسم اللاير اللي راح تكون عليه؟
القطاعات برضو هي بتكون يعني الحوائط على layers، الحوائط برضو الأساس هيكون على layers الأساس، لكن زيادة احتياط أو زيادة تسهيل عليكي في الشغل اعمليها على layer تانية. يعني مثلا اكتبي ان هو ده furniture للسكشن، furniture للقطاع، walls تمام. للقطاع، hatch للقطاع، بحيث ان انت لو حبيتي تضيفي اللاير دي في اي وقت يكون سهل عليكي. وبرضو انا بفضل ان انا مثلا عندي قطاع الافقي يفضل في ملف لوحده، وبعد كده اعمل له نسخ او اعمل سيف از، واشتغل القطاع الرأسي في ملف تاني، يعني نفس الملف نسخة تانية منه. فهمت قصدي؟ القطاع الافقي. افصل الملفين عن بعض وقت الحفظ. تمام، انت دلوقتي اصلا عندك ملف في القطاع الافقي جاهز، موجود. انسخيه نسخة تانية، فهيبقى عندك اوكي. ملفين، واحد هيفضل زي ما هو القطاع الأفقي فقط، وواحد تاني يبقى فيه الأفقي والرأسي مع بعض. عشان عامة تمام. يعني أي مشروع بعد كده بتشتغلوا فيه حاولوا إن هو يكون فيه نسختين، لما بتوصلوا لمرحلة معينة وإنجاز معين تحتفظوا بنسخة، لأن لا قدر الله لو حصل أي مشكلة، لو حاجة اتمسحت بالغلط، يكون فيه نسخة باك اب، نسخة احتياطية.